شنو خصك اهويا؟ بيسوالابوش. خصك امبيزوالابوش. عرفتوا علاش امبيزوالابوش؟ حيت كاين العكار. يلا هنا عملت لك انشوف، وصلت لك تنيفك وجهك صغيوات. غزالة ديالي اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، المهم شفتوا الفوق يسيرينو لينا في مود نيتواياج، وانا تفكيت اليوم، انا تفكيت خليت هما يجمعوا وخرجت انا اليوم. واحد جاني واحد شغل، ان شاء الله بارطاجي معكم كل شيء. امين صافا صافي توا بيان الحمد. عاملين لي لونكيت انا، ما شبه هاد الصاك صاحبتي بنت عاد سافر. شوفوا عليا عامله لي لونكيت تما، امين عامل لي لونكوت. نسحب لكم عن سافر ونخليكم. يلا غير صاحبتي وي خليكم. هو كل مره ملي كنخرج كيجيب لي الله عن سافر. تعالي لي شحال عجبك المكياج؟ قال لي الناس مبروك العواشر. مبروك العواشر. عجبني الماكياج اليوم، غادي نقول لكم علاش الطوموبيل. غير هو المدة كيشوفوني كنعمل هاد الصاك في الطوموبيل، كلشي كيسحب له ماشي نعوط لافي مهويه، وكتقول لي ما تشي شي ما كاين لا عطله لا والو. حبيبتي شنو هذاك؟ شكون عطاك هذاك الشيء؟ سيدنا لينا تا سور. وي يلا صافي ميرسي ما شيري. يلا طلع بيزو شيري. بيزو بون جورني. او سي ما بون جورني. باي باي بون جورني ما بيل. كما حبيبي هاد النهار هذا نورمالمون ما كنتش بغيت نخرج هاد السبت، ما عنديش زعما الخدمه في بروكسل، من غير خاصني نشوف رويال اكاديمي وفا باش نجيب لي تيكي من عند هاد ليفينمون ديالها، ونشرح لكم على ليفينمون ديالها. زعما جو بوفي الفير ان اوتر جور ولا تخليهم لي عند هند، مي هند عملت لي الطياره اليوم، وعاد كتقول لي لبس شي حاجه حمراء، وانا قميجه حمراء موسخه عندي وحده. لبست هاد لا سيمين عندي موسخه والحمد لله اللي عندي هاد لافيست حمراء. شوفوا معايا لالا، شوفوا معايا نوريكم الحبيب. شوفوا معايا انا كنعبر راسي غير بهاد لافيست. شوفوا معايا هاد لافيست في الصيف ما كانتش ماشي غير شوفوا هاد، وكتشد مزيان تحتاني حتى هو كيتشد مزيان زعما كول في الصيف، ماشي ما كانتش غير كتشد يدي ما كيدخلوش هكذا، كتبقى حتى لهنايا محلوله. فريمون ضعفت الحباب، البارح وزنت 68 كيلو سي بوسيبل، اليوم 67 حيت البارح وزنت وانا الاخر النهار زعما واكله وكل شيء وما كان في يدي، فرحانه حيت ضعفت. دابا مثلا في الجوع ما بغيتش ناكل، قلت انا ماشي ناكل ما ناكلش دابا من الصباح، كناكل بالصباح الغدا حيد، كناكل كلشي داكشي اللي عندنا في الدار اللي كنطيبوه، الحلاوه السقاطه مالطرسس ديالي مالطرز، انا عم كنقول كنت كنقول مالطرس عم كنقول مالطرس خليته في الدار، والاولسو كلشي ماشي مشكل. كناكل كلشي غير حيت الوجبه ديال الغدا، ونقصت شويه لا كونتيتي مثلا في العشاء ولا هذا كنقص لا كونتيتي، والويكاند كناكل اللي بغيت مي ماشي بزاف ماشي بشراسه، حيت انا واحد السيده اللي كتاكل بشراسه كتحمق على الماكله. الوغ سهين عيطت لي عملت لي الطياره، يلا ما نعرف انا جاتني عجوبه هاد بعدا عواشركم مبروك يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما كتمنوا اليوم هو عيد مولد نبوي الشريف، وحنا اجلنا غادي نحتفلوا به ان شاء الله الويكاند الماجي. اورغانيزينا مع عمتي وهند غنعملوا ان شاء الله حفله بسيطه، نعملوا شي اكله مغربيه بسيطه، وليداتنا يلبسوا جوج جلابات ولا حويجات نقيين، المهم باش يعرفوا هاد التقاليد وصافي. كيف ما حنا كبرنا ديما في المولد كنعملوا جلابه ولا حوايج جداد، وكنطيبوا شي مكيله في الدار، وكلشي كيقول مبروك العواشر. قلت مزيان هي هذيك ما نجيش لبروكسل هاد السبت ما عنديش الخدمه، نجلس في الدار نافونسي شويه عليا الشغل، حيت عندي قلت لكم بزاف ديال الشغل، عندي الغوباساج، عندي شحال من حاجه اللي كنت باجلها لسامدي ديمونش، واحد الويكاند في خمسه ولا سته ماشي مشكل نجلس نعمل فيه الشغل في الدار. ساعه اللي هند عملت لي الطياره البارح يعني اجي 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 عرضتك عرضتك، انا عرفتو تدخلت لي الوسواس، حيت هاد العراطه ديال هند قالت لك غتديني لشي مطعم حمار كيلبسوا اللون حمار، وانا قلت هذا المطعم عمشي له باش نصور ليه نشوفوا هذا المطعم اللي خصك تكون لابسه فيه اللباس احمر، كنعرفوها في المناسبات ان كيكون الثيم هاد لاكولور ولا هاد لاكولور، ولكن في هذا المطعم عمري ما شفتو. وقالت لك اجي دابا اجي اليوم ضروري ضروري خصك عرض عليا، وما عرفاش انا هاد العرض اللي عرض عليا عيط ما نقول لا وما تكلفش حيت ما نعكس لا، المهم شبرا 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 ما بغاتش هذا. الله يرحم باك الله يرحم باك، قلت لكم الله يرحم باك الله يرحم باك، صافي فيها الخير قلت مادام هي كتانسيستي هيدا الا وفيها الخير. هند ديال الهند الهند تكون عامله فيا شي مقلب وانا ما واكلاش، عرفتي ملي كتجي جايباني ناكل في الغيستو، قالت لي غنديك الغيستو لابسين كلشي احمر، قلت لها يلا عييت من زعما من اعلى، قالت لك مناسبه عيد ميلادي باغي يجي عيد ميلاد ديالها غتقول لي زيدي صافري بيا. انا ديتك الغيستو وانتي صافري بيا. يعني ماشي خساره، الله يجمع لي الصحه والسلامه ويكون الخير، ماشي خساره دي صاحبتي. دابا في هذا الوقت هادي المهم جاو ما نقول لكمش يا سلام معتبر حلو اللي تهضر معاكم عند حل السرجم، جاو كيحمق رزق ديالي 18 دوغري مشمس. في هاد الساعه هادي كنعمل كاع لي زابيل تليفونيك ديالي بيان سور كان كونتاكت بليوتيوب
زعما كنطلق بيوتو في الطوموبيل وفوا كنخشي التليفون هنا حيت كيتسمع بعيد وكنعمل كاع لي زابيل ديالي. دايوغ كان عندي لا اليوم الرونديفو بوغ لي جيل. شوف هادو شحال طوالو وشوف هادو حيدتهم كاع الشوها وبسبب ولا بفضل شوف ولا دازت العشيه سميده بفضل هند ما داش زوينه بسبب هند بسبب هاد لا سختي اللي خرجت لي بها هند من الجن. والجو ديال الغزالات ديالي كان بين 18 دوغري حتى 20 دوغري. الصراحه كيعجبني بزاف نسوق في الطريق ما كديرونجيش كاع الطريق ما كديرونجينيش الا كانت مره كديرونجيني الا كانت يوميا. صراحه جاتني صعيبه العام اللي فات يوميا مي هكذا جيم بيان ديتوندي ونرتب الافكار ديالي ونتصل لي زابيل تليفونيك اللي خاصني ونعمل الموسيقى عرفتو كان جو كلاس ميزيدي فريمون كنعمل واحد البلون فراسي مع الموسيقى والطريق. المهم بغيت نقول لكم ذكرى مولود نبوي الشريف مبروكه وتدخل عليكم بالصحه والسلامه والطمئنان والسلام الداخلي وبزاف ديال الفلوس وبيان سيغ النجاح لوليداتكم وكاع الحويجات اللي زوينين ان شاء الله. وما تنساوش تقولوا امين وتدعيوا معايا حتى انا فوالا حبايبي فرجه ممتعه. شتمت الذين تايم وسدت الحمر وريهم لا جبتش الحمر شوف شنو لابسه انا بغيت نضرب في قطعه عند الريستورون كيلبسوا بيع الحمر انا بغيت نعرف عرفتي شوقع ليا واحد الكسوه واحد الكسوه اللي جبناها من اسبانيا اييه من نهار جبتها من اسبانيا وهي معلقه حتى اليوم عاد جبتها حمراء حتى الاخير لحظه راه توقيله بحال علاوه مكمش اه هاد الريستورون كيلبسوا الحمر هاد الريستورون كيلبسوا الحمر انا متشوخه كيفاش طاح عليها دمو من تعرضتني بعدا تشهيت اختي بعدا فيا الجوع بغيت ناكل انا ما عرفتش واش برتي شي ابي راس راس بزاف لا ماشي شي حاجه كبيره تكذبي والله الا غادي نجلس عين نحيدو القنط وناكلو شي شحال ما خرجنا كلينا في الزنقه دهنتو ما شاء الله هاد الحمر هاد الحمر هاد الحمر الحمر هذا اختي قميصتي حمراء وحده اللي عندي لقيتها مصطفى قولي هادي ما مولفه لك شي عمرك ما قلتي لي لبسي شي حمر ولا رجعتي رومانسي يا كثر عليك يلا ريستورو كتقولوا لي يلا ناكلوا عيد اوي هادي ما تقولي كتقولوا لي ان بو ريستو كتقولوا لي عيد غير ناكلوا صافي بوفي افولونتي شي سوشي امبورتي ولا شي نوع شي شويه كلاس يلا هين قيدين ديري نيشان دور دوري هنا 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 بدي انتر دي كاين شي ريستورون هنايا دور طرف ميدام سيلفو بلي ما قلتيش على هذا الريستورون ما عمري مشيت لوختي انا لابسه الحمر جينا لي واحد المره ما عمري لبست اختي الحمر في شي ريستورون غير تصادفت صدفه جينا لي عيدك النهار ما لبستش الحمر وكانوا الناس كيلبسوا الحمر جبرنا الناس لابسين الحمر زور الدنيا خاويه ياكي واش باقي بعيد هادشي تو دغوا تو دغوا اه صافي شي بلاصه هنايا فين هنايا هنايا عقب في عيني ما شفت اختي تا ريستورون هذا كراج 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 وقفي هنايا قلت لك رجعي وقفي النور رجعي كراج ما كتسمعيش عندك صوت كيدير ما تمشي شي حتى تما وقفي 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 طغان باق زعما نفسي الخوج ناري شحال عد بعد فين بقيت تقلب على ديك القميجه وديك القميجه في الوسخ وقلبت هذيك الدار كامله بغيتي شحال قلبت هذيك الكسوه جات حالتها قلت نمشي ندير ماشي عرفتي درتي فينا هاد الحال هاد الغوج منين جاتك هاد الفكره هاد الغوج واحد البلاصه شفتها في الانترنت وخكو تي دو مود داتا انا راه دابا انا شوف خويا انا بلاتي تستوعبك شويه تمشي شوف بعيني هاد الوقت طاح عليك هاد الشيء قول لي ما مولفه ليكش ما مولفه ليكش اختي ما مولفه ليك وليت كنقول هادشي ماشي طبيعي كما قلت شي صاحبتي باش كيت فيك هذا كراج كما شي صاحبتي باش كيت فيك قلت هادي تعمل لي شي مصيبه هاد النهار مشيتش معاها انا شو تجي هادي ولا ما تجي تخليني مشو جرا بغيت انسيستي بغيتي تانسيستي ما كاينش بلاصه صاحبي الدراع واش دبر البلاصه بالدراع بالدراع دابا لا هند مجرجره بيا بواحد الطالون جوج فرانك لابسه انا ماشيش انا راه مسوحه انا كندير فيها الطالون عرفتوا الحبيب هنايا شدتني الرعده عرفتوا جو ترومبلي ما عرفت شنو واقع كنشوفهم وحده مورا وحده ما جين عندي وحسيت بالحب شوفوا شوفوا الهام ناري الهام الهام هي اللي هو قمه الحب كيف كدرعني والبنات الصراحه كاملين شكرا لهم فريمون تبارك الله عليك الهام بالعكس انا صورت انا ها وديت لي الزيت ولا عملت لها
شتي رجعت كنعرف نعمل لي سيرخ الحمد لله جيت في الطوموبيل فوالا ما شاء الله في ديالكم ميرسي فريمون ايوا كي جيتك جيتي لي اختي مصطفى اختي الامانه عليك تعلميني اه وي زهور لميعه ان شاء الله بعدا لي جيتي قالت كتقول لي ما عندي والو كان عندي معها اغوايا الاكاديمي تعطلات واش نجي واش ما لقيتش البلاصه بدلي هاد الريستور قلت لها لا ما نزيدش خديجه كتبان عشويه كتسلم على الجمال دايا بنتي شكرا بزاف لا يخطيكم ماني جو بونس لو سوار هادي كيشعلوهم حتى لو سوار هادي ما تكون غير الهام اللي قادت الطابله ياكي انا عرفتها انا شفت عليهم وما عرفتهم يا لاله التاوي الله يعطيكم الصحة كاملين البنات الله يحفظكم كاملين الله يسر لكم مريم ميرسي بوكو سميرة ميرسي بوكو نجوى ميرسي خديجة الله يحفظك ميرسي بوكو إلهام إن شاء الله في الفرح ديال وليداتك وبالنجاح ديال عبد الوهاب ومريم ميرسي بوكو آمين آمين آه سي مانيفيك فريمون سي مانيفيك سي ترو بيان ونا بخي تا فوتو جي شحال التمارة أنا وما عنديش C'est trop joyeux anniversaire notre la mia chérie on te souhaite de réaliser tous tes rêves car tu es une personne très spécieuse précieuse et tu mérites les plus belles choses de la vie on t'aime fort je vous adore et je vous aime vous êtes les meilleurs merci mes amours vous êtes les meilleurs vous êtes les meilleurs الو حبايبي كنوريكم بحال هكذا الاثمنه باش الا كنتم مهتمين ها نتوما هاد الناس ما كيعرفوني لا انفلونسوز لا حتى شي حاجه دونك كنبارطاجي معكم ليكم لي زونطري تقريبا اونتر 15 اورو او لي بلا اونتر 20 ا 30 اورو سي ان ريستورون غاسترونوميك ولكن ما غاليش بزاف زعما الماكله عندهم زوينه و سي بيان بوغ ان ريستورون غاسترونوميك ما غاليش بزاف اونتري بلا تقدر تجيكم 45 حتى ل 50 اورو بلا بواسون الواحد ماشي سناك ماشي فاست فود هذا ريستورون يعني سي نورمال دي فوا كاينين دي ريستورون بوكو بلو شير الا مشيتي للمواطع بحال لويز بحال لي زوتيل بحال داكشي مي هذا كيبقى ثمنه معقول مقارنه مع الجو هذا هو الريستور اللي حنا فيهم بانوراما هانتوما فين جا في الجهه ديال غار دي ميدي باش تعرفوا بالنسبه لنا المهتمين سلام الحباب كنقدم لكم وفا هويا الاكاديمي حتى هي جات لعندنا وحتى هي معنا غتجلس معنا 5 مينوت باش تشرح لكم ليفينمون ديالها و اوسي لا مارك ديالها ان شاء الله الوغ اتوا وفا السلام عليكم الحباب ديال هويا بلادي ما شاء الله كيعيطوا لي كيقولوا لي خصنا البلاصه معاها مرحبا بكم كيف غنعمل لكم كاملين الحباب اختي شي طابله كبيره صافي هيا معنا في الصاله غدور معنا وتشطح معاكم وتغني معاكم وتفرح معنا فرح معاهم خوتي فوالا مرحبا بكم نهار 25 عندي ليفينمون ديالي شهر 11 25 شهر 11 نوفمبر لا سال سان ماركو فيلاج بجهه لو شاتو لو غران شاتو لو غران ايفينمون مع الفنانين ديالنا ديال المغرب سعيده شرف السعوديه سعديه اكزون دنيا بوتازور دنيا بوتازور شرعهريش قاسمي رشيد قاسمي بيان سور ايفينمون كو بور فام بيان سور نساء 100% ناكلو نشربو نشطحو ونلونسيو لا مارك تكون مغربيه مرحبا بك المهم الغزاله تخرجنا اولا الاضاءه رائعه هنايا اي اون بليس كاينه الموسيقى لداخل دونك لميا الزين حب وفاء كلشي كيحب انا كنحماق عليهم انا كنحماق عليهم انا كنحماق عليهم هي مولات الماركه ديال ساول ميت اللي هي توأم الروح كتوصل فيه رساله عندها قصه زوينه الرساله ديالها هو توأم الروح يكون مع صاحبتك مع اختك مع عندك الانسان اللي كتلقاه سبحان الله كيكملك اللي خلق ليك وخلقتي ليه واللي كاين وكنامن به واخا ماشي كثارين ولكن كاينين ما عرفتش واحد في 10000 ولا مي كاينين دونك ليفينمون ديالها غيكون لو 25 نوفمبر ان شاء الله في سان ماركو فيلاج كيف ما سمعتوا لداخل مرحبا بكم مرحبا بكم كاملين غنكونوا فرحانين ندوزو وقيته معاكم وبيان سور نكتشفوا الماركه ديالها وفريمون لي فالي تاع البنات او فوزالي كراكي لي روج الي والاثمنه كانوا فنين خيرين طبيعيين طبيعيين كانوا الاثمنه طبيعيين حيت هي جربت وجربت وجربت والى غاليري باش توصل لهذا الثمن ست سنين وانا كنجرب باش توصل لهذا الثمن بهذا الجوده هذه الحباب بوتيكي عندك باقي لك في انا صحابي عيب هي في اي بي الحباب باقي واقيلا دو شنو الفرق شرحي البنات الفرق بين في اي بي وبين طبيعي في اي بي فيها كادو ديال جودي باك على 200 اورو برودوي كادو كل وحده غتدي يعني عاد تشري التيكي 150 وغتربحي فيه 200 اورو كادو غراتوي فوالا ماكله ديفيرون سيرفيس ديفيرون كل طابله عندها السيرفيس ديالها وختي زيدينا لي في اي بي علي ماشي ميم با كوزيزيون في طابلات عاديين فيها الطومبوله لي مانيفيك بري غانيو الماكله بزاف الناس عاطينكم لي كادو منهم شكون
كل الناس اللي عاملين لي كادو لي كادو كاين لي فورماسيون دو ماكياج غراتوي لي بريستاسيون الناس يجيو عندكم يعملوا لكم ماكياج وكوافير صافي الماكياج على صالون دو كوافير من العيربح من العيربح صالون دو كوافير ان اون دو كوافير غراتوي عندك عفتو معنا وشكون شكون تقدروا نقولوا ديجا شكون دريس وزاني دريس وزاني وحده من اونفيرس نسيت الاسم ديالها غنحطها الناس المستوى لي ريستركتوراسيون سورسي تقدروا تربحوا عام دو كوافير غراتوي اي بيتيت اوسي دو بيي بور فوياج ماروك ان شاء الله كو دي بون كادو صالي ايفينمون الناس ايفينمون كومبيا غاز دو بلاس سي تيكي سي تيكي لا طابل 6 في اي بي اي لا طابل 10 لا طابل 13 دي تيكي دونك التوتال بقاو لك 16 تيكي سي تو انا انا شحال عطيتيني دابا التوتال عطيتك 6 تيكي بلس 16 والعاديين 10 تيكي عادي داكور 20 تيكي واش ولاز دي كوتي بيان سور نتوما الاولى غنخلي لكم ديالكم بيان سور فوالا الحباب مرحبا بينا في لو غران ايفينمون ا سان ماركو فيلاج غزالة ديالي رجعت لداخل عند حبابي وضيافي خدينا دي زونطري ديفيرون بحال هكذا مختلفين كانت سلطة دو فروي دو مير وكانت هاد لاصوص ما عرفتش شنو سميتها البنات فريمون نسيت حيت انا قلت له عطينا نتنوع علينا من ذوقك هادو بحال لي رافيولي كانوا حتى هما واعرين خطيرين والاخرى بالسكومبي ولا الجامباس وهادي بالفروي دو مير وخصوصا لي مول وتقسمناهم كوم سا ذوقنا كلشي وفي بالنسبة لي بلا كل واحد اختار هذاك الشيء اللي بغى هادو حتى هما سي دي جون غافيولي مع شويه ديال البوم دو تير مع واحد لاصوص ما عرفتش اش هي صفراء ولكن ما فيهاش المذاق ديال الكوري بلوتو مذاق بيشاميل ولي كروفيت حتى هي وحتى هذه كذلك كانت اباز دو كروفيت المهم خدينا بزاف لي فروي دو مير وكعطيوكم اون تابوناد دو ليف مع باتي ديال الزيتون مع شي شويه دي مورسو دو بور هكذا ودي بان زعما باش تبداو الماكله ديالكم انا خديت هاد البلا ايمان سيت بولي مع الخضره غريي ومع شويه ديال البوري سميره خدات الطاجين ديال الشريحه اللحم والشريحه نجوى خدات الطاجين ديال البولي هند خدات الطاجين ديال البرقوق خديجه خدات ستيك غيجيبوه لها من بعد هذا هو البلا ديالي مريم خدات بولي غراتيني وإلهام خدات بلا دو بواسون جو بونس إلهام هذا لونطري عادي جيب لنا الطبق عادي جيب لنا هكا خديجه خدينا ثلاثه ديال لونطري مختلفين باش نذوقوا كل شيء فوالا و شي قلت لك شي لون انا غادي نعطيك فهمتي باش نخلي البلاصه مقيده شكون تو حميد بصح شكون هادي قالت لي قرات واش لي ريبوندي سيتي جي ريغال لا سينو جو دوموند ا ما طونت قلت له ريغال ماشي سي جون رافيولي هادو ميرسي ما بنفسي صحه انتما راح داكم معك عشت وحلمت وتمنيت وحققت وما زال ما زال بغيت نطوف ونشوف معك بلدان وبحور وعراسي وجبال وجبال اليوم أني واقفة فاتحة روحي لي
كتبت كتاب مكتبي وكتبت حروف سميتك انت في كنسلم على خالتي ميمونت ماماها خديجه الحب ما كتبانش كنسلم عليها بزاف هي كتبغيني وحتى انا كنبغيك وكنحماق عليك الله يخلي لك خديجه ودعي معايا خالتي ميمونت الزين امين ناري 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 كيرضينا هاد الطابله شوفوا كيسوني هنايا شوفوا معايا تبارك الله شوفوا الخيرات شوفوا وحتى اختي مع تمالية شوفوا كي جاني هاد الشناري عندك المقهى هكا هكا بالثلاثين تقلصي شويه راك ما شربتيش الدواء ديالك اليوم والله الا يا خدي اليوم يا ناري يا ناري مدة الضحك خليك باش اورغانيزيو هاد العيد ميلاد ديالي يعملوا جروب وهاد الكروب شكون شاف فيه هي هند وخليك كتدخل تقول له شنو كتقول له كنقول لهم السلام عليكم البنات عدت والعود احمد موجودين كتقولوا لي موجودين اصلا الله يحفظهم الله كله في العود كل واحد كيقرر كيشرق واحد كيغرب واحد خصو هذا الريسط واحد خصو ولكن لورغانيزاسيون كانت عندهم الطوب صراحه وداك الناس تاهما تحملونا مساكن سي تان سامدي الدنيا عامره وانتم عارفين البنات العائله تبارك الله بزاف الناس كيتسناو لافي وحنا شويه فوضويين انتم عارفين كنضحكوا حيت حنا خصنا الا عطينا الوقت ديالنا كنبغيو نستمروه بالضحك لا والله الا استمتعنا والله استمتعنا البنات كلهم فرحوا خديجه فرحات سيتي الحميه ولكن قتلوني بالضحك ملي كانوا كيعاودوا لي لورغانيزاسيون قتلوني بالضحك قال لكم
جات السيده اللي كتجيب الحلوى وهي تقول لي داك السيده الدكتوره زعما على الهام راه جابت جوج سربايات زعما على سميره وعلى على نجوى حتى هما مساك مشاو كيقلبوا على قوامش حمر واش يشريو حمر او اون يشريو حمر ملونه حيت ما عرفتش شكون خرج هذه القضيه ديال لوتان في الحمار حتى انا راه الهام 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 على حسب زعما الكاطو داكشي باش نمشيو كاملين بحال بحال ايوا جاو لابسين بحال بحال جوج بمصره والكحل على حسب التصويره اللي في انستغرام مسكينه على حسب هاد التصويره غادي نوريها لكم ها هي حيت خداوها من انستغرام حيت ما الا طلبوا لي التصويره غادي نعيق فهمتوا دونك لابسين صرا والكحل والقميجه ملونه بجوج بهم وهي تعيط مولات الحلوى الهند قالت لها راه تما السربايات جابت هذيك الدكتوره جابت جوج وهي تدخل لعين راه تما كيسربيو الرجال يدخل لدرجه الناس المهم قتلوني عدت والعود احمد وقتلوني يلا صافي نزيد بحال تلاحي لا يا اختي يلا هند باقي غير خطره عيب شويه قطع هذا بالله يرحم الدارج باش كلشي نعس الورد قديته هنايا اللي جابت لي الهام الزين الله يعطيها الخير شوفوا سيدي مسكينه طليت لي هو عملت الصومون مع الرز مع شويه اللوبيه بصوتيه وسحب لي انا باقا ما تعشيت حيت انا براسي ما عرفتش قالت لي هي ريستورون دونك واخا ريستورون حيت صاحبتي هند كنعرفها ما رومانسياش بزاف قلت ما تعرف مساكن ولادي ما عارفين والو حاطين لي الماكله شوفوا معايا هاد لي صابلي البنات عرفتوا الحلوى تبارك الله كتحمق كتحمق لا الحلوى لا لي ماغنوم لا القلوبه هادو جبتو من بناتي طلبوا لي البنات الله يعطيهم الخير وشويه الحلوى اللي بقى عطيت شويه لهند البنات وشويه جبتو لبلاتي عرفتوا درت هاد الحلوى غادي نوريها لكم شوفوا معايا كتحمق عندها فنه فنه عندها هاد الحلوى الجينواز مفزقه مزيان هنايا فوغ شوكولا وخفيفه وحتى لاباطا سكر ديالها لذيذه وفيها القرقع البنات الداخل زوينه البنات في الجروب هما اللي كوموندوها دونك انا ما قالوا لي الثمن ديالها مناسب بما انهم عملوا لي مفاجاه ما بغوش يعطوا لي الاثمنه بالضبط مي قالوا لي فريمون الثمن ديالها مناسب حيت عملت لهم وحده ديال 20 بيرسون وكانت مديكوريه كيف ما بغاو هما الهام اللي اختارت لو تيم غوج حيت دات هاد التصويره هذه من الانستغرام ها هي اللي كتشوفوا هنايا فيها الغوش سبحان الله جيت لابسه بحال بحال اليوم ها نتوما لابسه النوار والغوج غير بالنسبه للهدايا الحلوه غادي نحلو غدا معكم شكرا لحبايبي اللي هلي خطيكم عرفتو فريمون سافرتو بيا قلتو لي مفاجاه زوينه قالوا لي 135 كتكون واحد المره قالوا لي كاع ملي كيكون 5 10 15 هادو خاصهم يتحتفلوا واحتفلوا بيا وكان داكشي غزال الحمد لله اللي مشيت مقدا شويه الحاله ايماجينو ما كنتش شي حال تمشي تخينينغ ولا الباسكيت ولا شي حاجه حيت جاتني غريبه حيت صاحبتي انا كنعرفها ماشي رومانتيك ماشي بالحمد لله كان كل شيء زين شكرا لهم حبيبي الله يفرحهم شكرا لهم بزاف بالنسبه لهذا الحلوى قدوها عند واحد السيده الله يعمرها دار صاحبتها ديال هند نجات الغزاله مرات تبارك الله كنحترم العقل ديالها بزاف انا كنعرفها ك اون بيرسون زعما ماشي هكا شي وحده كتعدل الحلوى حيت هي عندها الخدمه ديالها البرينسيبال وكتعدل الحلوى هكذا الناس سيغ كوموند دونك البنات اللي كوموندوها انا ما كنت عارفه حتى شي حاجه وديك لي ماغنوم ولي كور ولي صابلي مسكين عطاتهم لي كادو عملتهم حيت عرفت لانيف ديالي عملتهم ليا كادو الله يعطيها الخير صراحه كل شيء كان لذيذ بزاف عطينا شويه لواحد لي فان ديالي تلاقيتهم تما بصحتهم وراحتهم والناس ديال الريستو حتى هما وكل شيء عجبو الحلوى هذه مسحتها شي شويه وهبط شويه ديال الما في لافوطو معليش بغيت نخليها ديكوراتيف هكذا حيت لاباطا سكر هادي وهادي حتى هي لاباطا سكر نخليها ديكوراتيف غادي نوريكم غير الهدايا ما غنحل حتى شي حاجه دابا هادو ان شاء الله كاملين لي كادو دونك هذا هادو كلهم سي دي كادو عطاهم لي البنات الله يعطيهم الخير ردالهم في عيد ميلاد ديالهم ان شاء الله او لو بوكس شحال زوين هاد لو بوكس حتى هادي فيها لا فام دو ما في المهم هادشي كامل ما غنحلوش دابا الليل غادي نحلو معاكم ان شاء الله غدا فوالا